يحل الوداد الرياضي ضيفا على فريق أولمبي خريبكا الرياضي بملعب الفوسفات بالمدينة يوم الأحد القادم 18 من هذا الشهر في تمام الساعة 7:15 بتوقيت المغرب. وستنقل المقابلة كما جرت العادة في قنوات الرياضية بالإضافة إلى مواقع الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى يوتيوب. ويحل الفريق الأحمر مكتمل الصفوف على الفريق الخريبكي وسيسعى النادي إلى تحقيق انتصار ينسي الجماهير الودادية في الهزيمة الأخيرة ضد بركان. تصدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي كان قد تعادل في الجولة الأولى ضد فريق الفتح الرباطي بهدف لمثله وفاز في ثاني جولات الدوري المغربي على الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة نظيفة. ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في الدوري الاحترافي مؤقتا برصيد 4 نقاط خلف كل من الجيش الملكي الذي لعب 3 مباريات ب7 نقاط والمحمدية الذي لعب مبارتين ب6 نقاط.